النيجيري يحيى جبران. يحصل على ضربة جزاء وصاحب الاختصاص في تنفيذ ضربة الجزاء خلال هذه اللحظات. يحيى جبران سنتابع والهدف الثاني. أحسن سيناريو فريق الوداد الرياضي يسجل الهدف الثاني ونتخلص من ضغط كبير، لكن لا شيء حسام. الآن فريق الوداد في الجولة الأولى يسجل هدفين، وبالتالي لحظات جد مهمة عشنا خلال الجولة الأولى. استعصاء كان في 30 دقيقة تقريبا قبل أن تفك الشفرة. عمل جيد للحسني والعملود.